تعود سكان العاصمة الروسية موسكو كل سنة على فعاليات عروض أزياء مرسيدس بنز فاشن ويك، لكن هذه المرة ضيف جديد يدق أبوابهم، إنه القفطان المغربي الأصيل. أربع مصممات مغربيات شاركنا في هذه الفعالية بأبرز الأزياء المغربية الأصيلة. هاد المصممين طبعا داروا عملوا كل جهد ديالهم وطاقتهم في الأزياء اللي غير يعرضوها اليوم أمام الجمهور الروسي. كان عندنا إقبال كثير، يعني كانت دعوات عندنا موجودة ولحد الآن كيتصلوا فينا الناس باش يحضروا لهذا العرس. هذا العرض هو عرس شمال إفريقي في قلب العاصمة الروسية. تصاميم مستوحاة من التراث والمعمار المغربي تميزت بتطريز يدوي ودقيق وألوان دافئة، هو ما ميز القفطان المغربي سنة 2018. فالمصممات احتفظن بخصائص هذا الزي التقليدي مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات لمواكبة الموضة. عندي الشرف أنني نكون أول وحدة وأول مقدمة عرض في روسيا للقفطان المغربي. عندي مجموعة خاصة بي للقفاطين المغربية، نتمناكم تشوفوها إن شاء الله دابا شوية، ونتمنى أنها تنول الإعجاب ديالكم. مشاركين بملابس مودرن بزاف ولكن فيها مروكن تاتش اللي مخدومة من صايبة بيد المعلم، خدمة ديال المعلم كلها بحالة اللي تشوفوا هنايا. الجماهير الروسية تفاعلت مع عروض الأزياء المغربية، فبالنسبة لهم القفطان المغربي لم يعد مجرد زي ترتديه الفتيات والنسوة في الأفراح، بل أضحى قيمة فنية تعكس حضارة عريقة. تستمر عروض أزياء مرسيدس بنز فاشن ويك في العاصمة الروسية موسكو، ويستمر المصممون العرب في إبداعاتهم التي جمعت بين أصالة الأزياء التقليدية ونظيرتها العصرية. يوسف بيكار، قناة الغد، موسكو.